تفضلوا سيد الرئيس. سيد الرئيس ما نبغيوش نطيلوا عليكم، ولكن الحدث عنده الأهمية ديالو القصوى، لأن أصفر قبل أسبوعين على انسحاب فرق المعارضة نتيجة عدم تجاوب مجلس المكتب ديال مجلس النواب. اليوم مكتب مجلس النواب تفاعل، وبدوري غادي نبغي نشكركم كثيرا على الوضوح والصراحة في قراءتكم للرسالة والجواب ديال الحكومة، ولكن هذا الجواب راه خطير بالنسبة لنا. تعمل أربعة الفرق من أغلبية ومعارضة تقدموا الوزير السؤال باش يعطي الوضعية ديال البلاد في واحد الإشكال حقيقي كتعرفوا البلاد، وكيرفض الوزير أنه يتقدم أمام الحكومة، وتترفض الحكومة أنه تفعل. إذن في هذا الوضع شكون كتقولوا لنا السيد؟ شنو كتقول لنا الحكومة؟ كتقول لنا الحكومة انسحبوا، لأن ما عندناش المكان ديالكم باش أننا نجاوبكم، ولهذا غناخذوا هذا القرار كمعارضة، لأن ما كاينش الحكومة اللي تجاوب معنا. شكرا سيد الرئيس. الله يسلمك. تفضلوا سيد الرئيس، تفضلوا. سيد رئيس، من الموقع ديالنا ديال الاغلبيه بغينا نفهموا اسباب ديال عدم الحضور السيد الوزير. ربما هناك عائق ضروري اللي خلى انه ما يجيش يتفاعل مع هذا الموضوع اللي هو جد مهم وكيهم شريحه كبيره من المواطنات والمواطنين، وبالتالي كنطلب رفع الجلسه نجتمعوا مع السيد رئيس مجلس النواب باش نتفهموا هذه الوضعيه كيفاش دايره، وباش نعرفوا الاسباب ديال عدم الحضور ديال الحكومه. الا كانت اسباب موضوعيه غادي نرجعوا نواصلوا، كانت اسباب اخرى غادي نشوفها مع السيد رئيس مجلس النواب، وبالتالي كنطلبوا رفع الجلسه للتشاور مع السيد رئيس مجلس النواب. شكرا. تفضلوا السيد الرئيس، تفضلوا. ذلك باسم فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نظرا لما وصلت اليه الامور فيما يخص المساءله ولا التساؤلات ديال فرق المعارضه، فما يمكنش ان الجلسه تستمر من جانب الاغلبيه بدون حضور المعارضه، فكنظن انكم ترفعوا الجلسه للتشاور باش نعرفوا يعني الاسباب والظروف والملابسات اللي خلات هاد يعني المعني بالامر انه ما يحضرش ولا الحكومه ما تحضرش، باش بغينا نعرفوا ونجيو كذلك ونستمروا ونواصلوا العمل ديالنا في هذه الجلسه اللي هي دستوريه مجموعين معارضه واغلبيه. تفضلوا سيد، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. اولا هذا الموضوع هذا هو موضوع الاغلبيه والمعارضه، فليس فقط للمعارضه، هذا موضوع ديال وليداتنا وليدات المغاربه كاملين، وفعلا نحن كاغلبيه كذلك نطالب السيد الوزير انه يجي يحضرنا، لان وليداتنا وبنات المغاربه اللي ضحوا عليهم الان كيعيشوا واحد الاشكاليه كبيره في المستقبل ديالهم. شكرا. تفضل سيدة النائبة. هذا قطاع حيوي مهم، وحنا كنعرفوا فيه واحد الخصاص مهول، هادو ولادنا ديال اليوم واللي غادي يداويونا غدا ان شاء الله جميع. اذا كيخصنا واحد المشاوره وباش اننا نقدروا نوصلوا لواحد الحل، لاننا في نهايه السنه 24000 طالب وقفه سيد الرئيس. شكرا. تفضلوا سيد الرئيس، تفضلوا سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدات وسادة النواب محترمين، موضوع ديال التعليم موضوع مجتمعي، لا يهم وزيرا بحد ذاته، يهم المغاربة أجمعين، حكومة ومعارضة ومجتمع مدني وكل الطاقات الحية بالبلاد. هذا المشكل ماشي ديال حزب
بعينيه او وزير بعينيه، خاصو تضافر الجهود ديال الجميع، وخصوش يستغل سياسويا، خصنا نشوفوا المصلحه ديال المغاربه والمصلحه ديال وليداتنا الاطباء ديال المستقبل، والقطاع ديال الصحه محتاج باطباء، محتاج بالاطر، والمغرب محتاج بوليداتو، وهاد وليداتنا. حنا في حزب الاصاله والمعاصره كنقولوا خاصو يكون الحل، خاصهم يقراو، خاصهم يرجعوا ويدوزوا الامتحانات ديالهم ان شاء الله. وشكرا. إلا سمحتوا السيدات والسادة النواب المحترمين باش نكون واضح، تفضلوا سيد الرئيس، تفضلوا معذرة. سيد الرئيس، أنا تنمشي مع الرأي ديال الزميلين ديالي رئيسي الفريقين المحترمين. ما يمكنناش ما نحاولوش نبذلوا المجهود من أجل إنجاح هذه الجلسة الدستورية. هذه النقطة الأولى، لأن لذلك تنطلبوا منكم أنكم تمشيوا في هذا، تعطينا واحد الفترة وجيزة للتشاور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نأكدوا في فريق التجمع الوطني الأحرار أننا مع رهينية هذا الموضوع، مع أهميته، وبغينا نتحاوروا فيه، وبغينا تكون المعارضة، وبغينا تكون الحكومة. حنا نفهموا الظروف اللي جعلت أن الحكومة ما كايناش، يعني نحاولوا نتمتعوا بواحد سعة الصدر باش نفهموا الهواجس ديال كل طرف، ونتمنوا تقبلوا طلبنا السيد الرئيس. شكرا. إذا قلت السيدات والسادة النواب المحترمين، نحن كرئاسة نحرص على تطبيق القانون. ما أثير لا علاقة له بمكتب مجلس النواب ولا بالمؤسسة التشريعية. لذلك المبرر الوجيه الذي يبرر الآن رفع الجلسة هو أن هناك طلبات قدمت من السادة الرؤساء لهذا الموضوع، وأعتقد مقتضيات المادة 148 تخولكم ذلك. لذلك نرفع الجلسة لمدة 10 دقائق. السيد الرئيس المحترم، سنة سعيدة ملؤها السعادة إن شاء الله لجلالة الملك والشعب المغربي قاطبة. تناول الكلمة في إطار المادة 151 وبخصوص المادة 152، حيث وافق مكتب المجلس مشكور على إحالة الطلب ديالنا، واللي تهم الاحتقان بكلية الطب والصيدلة، وكنا أول من تناول هذا الموضوع ولازلنا نلح على ذلك. إذن الإحالة تمت يوم 28 مايو 2024، ولحد الآن كاين احتقان كبير، كاين يعني مصير مجهول أمام هالطلبة. كاين اللي عنده بكالوريا قديمة يعني ما غادي يمكنلوش يتسجل من جديد، كاين يعني مشاكل كبيرة. إذن الغاية مرة أخرى هي إثارة الانتباه والتعجيل بإيجاد الحل المناسب للجميع في إطار طبعا احترام يعني الدولة، وفي إطار احترام ما يمليه القانون. شكرا. شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. في نفس السياق السيد الرئيس، وطبقا للنظام الداخلي، مكتب مجلس النواب مشكور تفاعل مع طلبات ديال الفرق المعارضة والأغلبية للتحدث في موضوع طارئ، وهو الأزمة الخطيرة اللي كتعيشها كلية الطب. اليوم كنتفاجئ ان الامين ما قرا علينا حتى شي مراسله توصل بها للمجلس من طرف السيد الوزير المعني. هذا كيدل على ان الحكومه كتحتقر البرلمان. يقولنا علاش ما بغاش يجي يجاوب؟ واش ما عندوش المعطيات؟ واش هذا الامر ماشي مستعجل؟ واش هذا الامر ما كيهموش؟ اليوم كاين ازمه خطيره وشاعله، وغير البارح كان انزال كبير ديال الاسر ديالهم، والحكومه ما كايناش. هذا شيء خطير السيد الرئيس. هذا انا كنهضر ماشي كنتمي لفرق المعارضه، كمجلس اليوم الحكومه كتستهتر بهذا البرلمان وما مسوقه لا لينا ولا لهاد الطلبه ولا الاسر ديالهم. بغينا السيد الوزير يقول علاش ما بغاش يجي يتحدث، وعلى الاقل يعطي قيمه لديك المراسله اللي تم، ويتم مراسلتكم ويطلعوا عليها السيد الامين علاش ما بغاش يجي، واش عنده شي عذر اللي هو مقبول او لا. لا شكرا. شكرا. تفضلوا السيد الرئيس. سيد الرئيس، نقطة نظام في أمرين. الأمر الأول أنه تقدمنا الأسبوع الماضي بنفس العنوان،
بل بنفس الطلب حول كلية الطب والدورة اللي ما دازتش إلى غير بكل المعطيات، إضرابات اللي كاينة في كلية الطب والمقاطعة ديال الامتحانات واللي كان سببها عضو في الحكومة. كان تفاجئ المكتب ما قبلش ديالنا السيمانة اللي مضات، وقبل أربعة دابا كاين مشكل، جوج من الأغلبية جوج معارضة. كنا كننتظروا أن الحكومة تجي. طبعا يمكن الوزير مشى لغامبيا قالوا لنا ما حضرش هاد السيمانة، ولكن راه كاين ناطق رسمي باسم الحكومة وكان حاضر في الحوار، كان حاضر في الحفر. لذلك هذا الموضوع اللي اليوم ما كاينش شي حاجه اللي هي خطيره، انه المستقبل ديال الابناء ديالنا وديال المستقبل ديال الاطباء ديال المستقبل كله راهين بحل هذا الشيء وقريب. الحكومه ورئيس الحكومه تحديدا خصو يعطي وقت لهذا الشيء باش يحلوا. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا لكم ايضا. تفضلوا سيد الرئيس. سيد الرئيس، في نفس الاتجاه كنتفاجئوا أن بعد القرار ديال المكتب ديال اعتماد أو تفعيل هذه الآلية الرقابية ديال التحدد في موضوع طارئ، وبعد تبني الموضوع ديال مقاطعات الامتحانات في داخل كلية الطب، واعتماد جوج النواب ديال جوج الفرق ديال المعارضة وجوج الفرق ديال الأغلبية، اليوم ما كاين حتى شي جواب. رئيس يعني الوزير المعني لا يجيب الحكومة، البرلمان ايضا لا يعطي توضيحات في الامر، الناطق يعني الوزير المكلف بالعلاقه مع البرلمان لا يعطي توضيحات. ما نعرفش من توصيف السيد الرئيس ممكن نقولوا لهذا العمد اكثر من العبث بان اليات كانت تفقوا عليها جماعه في المكتب برؤساء الفرق ومن بعد التفعيل ديالها، واللي كان اليه رقابيه اللي كتحسس المواطنين وكتطمئنهم. مئات الالاف الاف العائلات اليوم قلوبهم يعني ايديهم على قلوبهم، لان ابنائهم على ابواب سنه بيضاء، وبدل من نعطيهم الجواب كنعطيو الخواء. لا احد حاضر بالحكومه. هذا امر غريب سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. السيده النائبه. في اطار مقتضيات الماده 151 من النظام الداخلي، كنسجلوا بكل اسف الاستهتار اللي كتعرفها الجلسة، غياب خمس قطاعات عن الجلسة. هذا استهتار واستخفاف بالعمل التشريعي. ما يمكن ليناش أن الحكومة تتعامل مع البرلمان بهذا الشكل، هذا عيب وعار. وحنا في هذه اللحظة هذه قطاعات حيوية والمواطنين كيغلي والشارع كيغلي، موضوع عملية مرحبة، مواضيع اللي مهمة والقطاعات غايبه. حشومه وعيب اننا نوصلوا لهذه الدرجه. هذه حشومه انه يكون استهتار بالعمل البرلماني وعمل تشريعي بهذا الشكل. هذا المجلس ضروري خصو يتحرك، مجلس النواب، هذا البرلمان، نحن سلطه تشريعيه. لا يعقل ان يكون استهتار بهذا العمل ديالنا، لا يعقل. وشكرا. شكرا. السيدات والساده النواب المحترمين، جل النقاط المثاره تتعلق بمقتضيات الماده 152. بالفعل المكتب قرر الإحالة، نعم قلت جل لم أقل كل. إذن في إطار 152 مكتب مجلس النواب بعد أن تأكد على أن الموضوع عام وطارئ وله راهنية بالفعل قرر الإحالة على الحكومة. توصلنا من الحكومة بهذا الجواب، الحكومة تعبر على أنها غير مستعدة للتفاعل مع هذه الطلبات المقدمة إليها. هذا أولا. ثانيا إذا سمحت أنا ما قطعتك السيد الرئيس، ما قطعتك، شو أعطيتك أول كلمة رجاء السيد الرئيس. بعد السيد الرئيس عبد الله بوانو أثار نقطتين، قال على أنه تقدموا في طلب بطلب سابق في نفس الموضوع، واستغرب كيف أن مكتب المجلس لم يستجب للطلب في الأسبوع الفارط واستجاب للطلب في هذا الأسبوع. الأمر ليس كذلك، لأن الموضوع كان هو الاحتقان ديال كلية الطب وطلبة كلية الطب. هذا موضوع أصبح مستهلكا، هذا رجاء، هذا موضوع منذ مدة، موضوع ليس طارئا. الطارئ الذي قبله المجلس هو الامتحانات، أي مقاطعة الامتحانات. لذلك طلب عندما تعلق بمقاطعة الامتحانات بالفعل هو الموضوع ذي الراهنية الآن، لذلك تم قبوله وإحالته على الحكومة. تفضلوا سيد، تفضلوا سيد رئيس.
شكرا سيد الرئيس. اولا كنحييك سيد الرئيس على تلاوه المراسله، ومن المفروض كان يتلوها الامين، لان الامين لا توصل بس عاد امور. المهم كنحييك سيد الرئيس لان هذا جواب كافي وشافي على الازمه ديال كليه ديال طلبه كليه الطب. شكرا. تفضلوا سيد الرئيس. سيد الرئيس اذا سمحتوا لابراهيم. سيد الرئيس تفضلوا. إيوا لعل ما يخفيه الأمر والرسالة خير، إلا أن السيد الوزير المحترم لم يأخذ الوقت القليل اللي كان مفروض تكون فيه الإجابة، وإجابة صريحة للموضوع، لأن الأمر يتعلق بمصير وليداتنا، مصير البلاد. طبعا كما قلت لكم احنا الدولة فوق كل اعتبار، ولكن في نفس الآن وليداتنا راه تقليد في عنقنا، وما يمكنش نبقاو ساكتين والحكومة تقولنا بأنها ما مستعداش باش تجاوب على الموضوع. فإذا شنو خص يكون أخطر من ذلك للجواب بصراحة ويقنع من يجب إقناعه. شكرا. تفضلوا. السيد الرئيس، اولا اقدركم عاليا في التفاعل ديالكم مع هذه نقاط النظام، والجواب ديالكم صريح. غير الطلب ديالنا اللي كنا تقدمنا به هو استمرار الاحتقان صحيح بكليه الطب والصيدله والتدابير الكفيله لتفادي سنه بيضاء، هو اللي كاين في العناوين اللي قدموها الاخوان في المعارضه والاغلبيه، وخا فيها الامتحان ولكن فيها تفادي السنه البيضاء. فلذلك السيد الرئيس، هذا موضوع كبير جدا، وحنا في واحد الوضعيه حرجه كمعارضه. نقولها لك السيد الرئيس، حرجه كمعارضه. دابا الحكومه ما بغاش تجاوب معنا في هذا الموضوع، شنو بغينا شنو نديروا حنا؟ يلا دابا كنا شحال هذه مع المكتب، دابا المكتب دار شغله الله يجزيه بخير، انتم درتوا شغلكم، شنو دابا المجلس شنو خصو يدير؟ خليني نقول لك السيد الرئيس بانه كانت مبادرات السيد الرئيس راه انسحب، ارجو ان يكون بخير، لان المجلس دار مبادره قبل من هذا الشيء وبغى يتوسط، والحكومه نسفاتو، وهذا الوزير هو اللي نسفو. واسمحوا لي نقولها بكل هذا الوضوح، اليوم شنو اللي مطلوب منا؟ اننا الطلبه اليوم ما كيقراوش ما دوزوش الامتحان، حنا نساهموا في سنه بيضاء؟ غير ممكن وغير معقول. شكرا السيد الرئيس. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.